تعرف دبابة القتال الرئيسية لكلير بأنها أول دبابة قتال رئيسية من الجيل الرابع في العالم. إنه جيل جديد من دبابات القتال الرئيسية التي طورتها فرنسا للجيش الفرنسي في الثمانينيات. إنه يدمج المدفعية التقليدية والمدافع ذاتية الدفع ومركبات الاستطلاع والمركبات القتالية المتعقدة وإمكانيات منصات أنظمة الإنذار المبكر والتحكم الإلكترونية الخاصة، كما أن تكلفتها البالغة 10 ملايين دولار تضع M1A2 والإبرد 2A5 وبريتيش تشالنجر 2 في الغبار. بالنظر إلى العالم، يمكن فقط مقارنة تكلفة دبابة القتال الرئيسية اليابانية من النوع 90 بها في الثمانينيات بسبب التقدم الكبير في التكنولوجيا. يمكن لدبابات القتال الرئيسية الأكثر تقدماً مثل دبابات القتال الرئيسية الألمانية لإبرد 2 وM1 الأمريكية أن تأخذ في الاعتبار بشكل فعال القوة النارية والتنقل والحماية، لذلك ليست هناك حاجة للاختيار. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الأسلحة الفردية المضادة للدبابات شائعة بشكل متزايد في ساحة المعركة، كما أنه يجعل الدبابات الرقيقة البشرة السابقة تواجه معضلة يكاد يكون من المستحيل النجاة منها. لذلك قرر الجيش الفرنسي تطوير جيل جديد من الدبابات بمفرده. تم تطويره بواسطة GIT كروب. في نهاية عام 1989 تم إطلاق أول نموذج أولي للكلير رسمياً، وظهرت لأول مرة في عام 1990 في معرض الجيش الأوروبي في سانتوري. بالإضافة إلى خصائص دبابة الأمريكية ودبابة لإبرد 2 الألمانية، فهي تتمتع أيضاً بالكثير من أنظمة الأسلحة عالية التقنية وقوة أكثر وأنظمة أسلحة أكثر تقدماً، لكن القول الأكثر تضخيماً هو التكلفة التي تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي. أعطاها ذلك شهرة السيارة الرياضية في الخزان. يبلغ الوزن الإجمالي لهذا النوع من المركبات حوالي 52.7 طن. استخدام واسع النطاق للدروع المركبة المصنوعة من سبائك الألومنيوم والفولاذ. الطول أقصر بحوالي 1 متر من M1 والإبرد 2، وارتفاع السيارة 2.47 متر فقط. من المهم معرفة أن تقليل الحجم لا يقلل فقط من المنطقة التي تم قصفها، كما أنه يضع لكلير تحت نفس الدرع السميك مثل M1A2. حافظ على وزن قتالي يبلغ حوالي 54.5 طنًا، مما يحسن بشكل كبير من القدرة على المناورة ويقلل من الحمل على النقل الاستراتيجي والجسور. علاوة على ذلك، يمكن سحب جميع مركبات الإنقاذ المدرعة تقريبًا في مختلف البلدان، مما يقلل من تكلفة الاستبدال. يحتوي نظام الأسلحة على مدفع رشاش متحد المحور عيار 12.7 مليمترًا، وتحمل السيارة 950 طلقة من عيار 12.7 مليمترًا، ويوجد مدفع رشاش 7.62 مليمترًا بالقرب من فتحة القائد والمدفعين. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز لكلير أيضًا بنظام دفاع قريب المدى للمركبة المدرعة. يمكنه إطلاق قنابل الدخان والشراك الخداعية بالأشعة تحت الحمراء والقنابل اليدوية المضادة للأفراد والأفراد الذين يحبون الألغام وما إلى ذلك. القيام بفعالية بمهمة الدفاع عن النفس قصيرة المدى للدبابة. قاذفات كاليكس مجهزة جيداً ومتكاملة في درع البرج وهي محمية جيداً. وسلاحه الرئيسي هو CN شرطة 120 شرطة 26 نوع 120 ملمتراً 52 مرة من المسدس الأملس، كما يعتمد نظام التحميل الأوتوماتيكي. لا يقلل هذا من متطلبات القوى العاملة فحسب، بل يجعل الخزان أيضاً أكثر إحكاماً، مما يزيد من معدل إطلاق النار بشكل كبير. الذخيرة الحية المجهزة بها مقسمة إلى ثلاثة أنواع: 120 قذيفة أبزز F1A ذات الجناح المستقر للقصف المدرع الخارقة للدروع، 120 هيتا MB F1 طلقة خارقة للدروع شديدة الانفجار، 120 هي F1 شديدة الانفجار. وتستخدم هذه القذائف كبسولات دافعة شبه قابلة للاحتراق مع بارئات مناسبة لآليات الحرق الكهربائي. بعد إطلاق النار، تبقى لوحة سفلية واحدة فقط ويتم تفريغها في حقيبة التجميع أسفل الحلقة المقعدية، والتي لن تؤثر على عمل الركاب في السيارة. من هذا يبدو، لكلير هو مثال جيد على المعدات الفرنسية المستقلة. صفقات الدروع من أجل التنقل اللائق. اكتساب السيطرة على ساحة المعركة باستخدام المعلوماتية المتقدمة للغاية. ربما لم تفكر فرنسا في الأمر في بداية التصميم. نيل كارير صعبة في المعركة الرئيسية المعاصرة. على العكس من ذلك، نظراً لوضعية تدخل سريع كامل للميزات، تبدو هذه الدبابة أشبه بالسلاح الرئيسي لتبرير المستعمرة لتدخل مكافحة الشغب. في هذه المهم، قد يتم قصف لكلير بضعف عدد تيشرطة 55S وتيشرطة 72S. عند هذه النقطة تصبح الحركة العالية ومعدل إطلاق النار والدقة من أهم السمات. لذلك، لم تدخر فرنسا أي نفقات لشراء جهاز التصوير الحراري الأكثر تقدماً في العالم والتحكم العلوي في حريق الصورة المضادة للاستقرار. بالنسبة للحماية، على الأقل لا داعي للقلق من الجبهة الأمامية بشأن الرصاصة الفولاذية التي تطلقها 2A46، هذا يكفي.
بهذه الطريقة في مواجهة القوات المدرعة القديمة للمستعمرة. تعتمد الإكلير على معدل إطلاقها المرعب ودقتها وأنظمة المعلومات المتقدمة. ستكون آلة قتل فعالة ومرعبة. إذن ما هي بيانات أداء دبابة القتال الرئيسية هذه من الجيل الرابع؟ وزن دبابة القتال الرئيسية الإكلير 56.5 طن. الطول 9.87 مترا. العرض 3.71 مترا. الارتفاع 2.7 مترا. تسلق ارتفاع الجدار العمودي 1.25 مترا. عرض الخندق 3 مترا. مجهزة بمحرك ديزل فائق الشحن في 8X1500. مدى القتال 550 كيلو مترا. سرعة تصل إلى 72 كيلو مترا بالساعة. والأسلحة BAATCN-120 شرطة 2.6-52 مدفع أملس عيار 120 ملم 52 رشاشان عيار 7.62 ملم رشاش عيار 12.7 ملم. يمكن تخيل مثل هذا الأداء القوي بمجرد إطلاقه سيتم التقاطها من قبل البلدان. لذلك عندما تم إطلاق دبابة القتال الرئيسية الإكلير في أوائل التسعينيات شاركت في المعركة الشرسة لمبيعات الدبابات في الشرق الأوسط في التسعينيات. فازت دبابة القتال الرئيسية الإكلير بالإمارات العربية المتحدة و 390 دبابة الإكلير و 46 الإكلير أيوفيس واثنان من مركبات الإكلير للتدريب على القيادة. في الواقع منذ الولادة وحتى الوقت الحاضر لقد مرت الإكلير بثلاث سلاسل في الإنتاج، كل سلسلة مقسمة إلى دفعات مختلفة على سبيل المثال تي 1 وتي 2 وما إلى ذلك. تم إنتاج السلسلة الأولى بين عامي 1992 شرطة، بينما أنتجت السلسلة 2 لكلير تي 6 إلى تي 9 بين عامي 1997 و2003 مع العديد من التغييرات والتحسينات الرئيسية. الهدف هو زيادة قوة الدبابة التي مضى عليها عقد من الزمن فضلا عن قدرتها على العمل في الخارج، خاصة في المناخات القاسية والحرة. بدأ الكلير اس 3 في عام 2004 بما في ذلك تي 1.0 وتي 1.1 وما إلى ذلك باستخدام درع معياري جديد ونظام رؤية ودمج نظام جديد لإدارة ساحة المعركة. ولكن بعد انتهاء سلسلة اس 3 تم إغلاق خط الكلير حتى عام 2016 عندما تم تقديم أحدث طراز من الكلير لكلير اكسيلور. التحسين الرئيسي هو استخدام أحدث المعدات الإلكترونية لتعديل السيارة الأصلية وتحسين القدرة على البقاء في ساحة المعركة. في الواقع شاركت دبابة القتال الرئيسية الإكلير أيضاً في حروب مختلفة. 1999 حرب كوسوفو أرسلت فرنسا 15 دبابة الإكلير القتالية الرئيسية إلى المكان. يجب أن تعلم أن فرنسا أرسلت مثل هذه المركبات الآس بدلاً من جايمالكس شرطة 3-0 مما أظهر أن الوضع المحلي خطير للغاية. كما أرسلت المملكة المتحدة أحدث دبابة قتال رئيسية تشينجر 2 في البلاد إلى كوسوفو في مواجهة وجهاً لوجه. يمكن لكل من دبابة القتال الرئيسية الكلير وإيريمالكس شرطة 3-0 تدمير 6-7 دبابات للعدو، لكن الكلير أطلق النار بسرعة عالية طوال العملية بأكملها ولم يتم إخفاق سوى قذيفتين. إيريمالكس شرطة 3-0 الذي يحتاج إلى التوقف وإطلاق النار يخطئ 5 جولات، وفي حالة هجوم جناح العدو نجحت دبابة القتال الرئيسية الكلير في الهجوم المضاد ودمرت جميع دبابات العدو وأصيب 4 منها فقط. تم القضاء على إيريمالكس شرطة 3-0 بعد تدمير ثلثي دبابات العدو. على الرغم من القدرة القتالية القوية لدبابة الإكلير إلا أن التغطية عالية التقنية عالية للغاية، لكن العيب واضح جدا أيضا أي أن التكلفة مرتفعة جدا. لهذا السبب مقارنة بممثلي الدبابات الغربية الأمريكية M1 والألمانية لأجبد 2 يتم سحق الإكلير دائما. ما رأيكم بذلك؟ مرحبا بكم في ترك رسالة في منطقة التعليق. نراكم في الفيديو التالي.